خير؟ نعم نفس. ليش عم تبكي؟ ما بعرف. طعمتيها؟ طعمتها. عملتها؟ هلأ غيرت لها. وأنا دشيتها بعدها. ليش عم تبكي لكان؟ معيت ما صار هيك أبدا. يا حبيبتي أنتي، يلا ارتاحي هلأ، أنا رح أخذها عنك. أوه يا حبيبة قلبي، يا عمري أنتي، تعي لحضني، تعي 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 تعي. روقي 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 روقي. يا أميرتي، أميرتي الحلوة، حبيبة قلب أبوها، ليش عم تبكي يا روح قلبي وعمري أنتي؟ ليش؟ هلأ رح نلعب أنا وياكي. تعي حبيبتي تعي. شب الأشقر جنني، عيوني أخذ لي عقلي مني، الله الله غيره ما هو شبان، يا عيوني ما بريده يبعد عني دخيل الله. أسية إيه؟ أنا رايح يا حب، في شي بدك تقلي لي إياها؟ لا. كيف يعني لا يا مرا؟ يمكن في، فكري شوي. ما بعرف، يعني لازم يكون في. تعي لهون لشوف. لازم يكون في، وخصوصي انه امي مو هون. بس في طاهر ونفس. ولك هدول يا دوبهم ملتهيين بحالهم، بيكونوا نايمين. يا روحي انت، دخيل هالريحه. مصطفى شبك هلا؟ امك بتجي؟ ما رح تجي. شو عم تعملوا؟ استغفر الله. انت شو عم تعمل بالبيت بهالوقت؟ كنت ماشي امي، ما تشغلي بالك. اسيه يلا انا رايح، بدك شي مني؟ الله يكون معك مصطفى، روح. اي والله يلي بيسمعك بيقول رايح على الجبهة، انت رايح على شغلك. لك شو هالمياعة انت وياها؟ استحوا بنتكن، صارت بطولكن، عيب هالحركات. اي دخيلك انتي آسيه. بتعرفي انه العيشة مع امي كتير صعبة؟ ابي شرفي لازم يعلقولنا ميدالية عليها. مزبوط حبيبي، لازم يعلقولنا ميدالية، معك حق حياتي، كيف فلحنا فيها؟ امي مستحيل تتركنا بحالنا. ايش بدنا نعمل؟ هاد نصيبنا. اوف اسيوف. خير مصطفى شبك. ايه حلو كتير هالحكي، طالما العنوان صار بإيدك فيك تروح تحكي معه. لك قلي شو بدي روح احكي معه؟ ها؟ شو بدي إلا؟ لا تأخذيني جولندا، تأخرت 35 سنة لرجعت، كنت مشغول بقتل ابنك بهالفترة، هيك بدك انقبر إلا؟ عمي الكلب طارق بعد ما خطف هازان ما بعده جينجو على بطن. أنا جنيت، فرحت فوراً على بيت جينجو لحتى حاسبه. تعرف شو قال لي؟ على طريق الحق وطريق الصح، التنازل عن سيدنا إسماعيل شي بيقدر عليه سيدنا إبراهيم بس، مو شي بيقدر عليه هو. إذا فعلاً في أب بيقدر يتخلى عن ضنابي هالدنيا، خلي هالأب الشهم يطلع قدامي. يعني مثل ما تربينا بالدين في شيء اسمه الأضحية، ما هيك؟ ايه هيك. طيب شو يعني أضحية يا فرهاد؟ اللي قتل حيوان يا ترى، ولا التنازل عن سيدنا إسماعيل؟ يعني يا فرهاد إذا سيدنا إبراهيم عليه السلام فيه يتنازل عن سيدنا إسماعيل بهي الدنيا، أنا جينجو تامار ما بتنازل عن ابني لو شو ما عمل، أنا بكون أب بالنهاية. عمي هالأب الشهم ليكو قاعد قدامي هلأ، أنت قدرت تتخلى عن ابنك عمي، أنت كرمال الحق وكرمال العدل قدرت تتنازل عن ابنك وشلت قلبك ودفنته بالتراب. صار اللي قال عليه جينجو، قدرت تتخلى عن فيدات، حاسبته على كل شي عمله، قضيت عليه. عمي
روح لعندها. العقدة هيك بتنعمل، معقدة شوي بس إذا بتحبي نرجع نعملها مرة تانية. ركزي معي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي طاهر. طاهر؟ مرحبا طاهر بيك. أستغفر الله. بعد ما مات أخي مصطفى بيومين أخي طاهر ما قدر يتحمل. واضح عليه. مراد؟ شو عم يصير هون ولا؟ أحكي لأشوف. مين حضرتك بلا صغرة؟ أخذت من وقتك كتير، هلأ بدي استأذن منك. فرصة سعيدة قبطان مراد. قبطان؟ زعلت على أخوكم مصطفى الله يرحمه، البقية بحياتكم. أنا متت؟ إمتى أنا متت؟ بشرفي كنت سكرة، كيف متت؟ يلا بالإذن. شو بدي أعمل بسايره؟ الله معك يا أنسر، جاي عيدية ها؟ قبطان احكي لي أنا شلون متت بالله؟ لك يا ريت وقفت على هيك أخي، هذا الواطع مني شغيل عنده كمان. هيك لكان أخي، برأيي بلا ما نكبر القصة، تفضل الشاي. فتيح. ايه مور أخي. هات العصاية لشوف. لك لشو العصاية؟ أنا هلا صرت قد الشندير، ما في داعي للعصاية ولا شي، ليش بتضل تقسى علي يا أخي؟ سكر لي هالباب لعلك. ايه بسكره براسي. بشرفي بطلت افهم عليك ليش عم تعمل هيك؟ ما انت قلت لي معك 3 أو 4 سنين لتترك البيت وتفضي الغرفة مشان ما صار لما تكبر؟ انا كيف بدي فضي الغرفة وانتو ما عم تتركوني؟ تساعدوا معي شوي، والله حرام. انا هلأ حبيبي رح ساعدك مثل ما بدك واكتر. والله لو ارجيك يا واطي. فاتح. مور أخي مصطفى. اترك العصاية لشوف. فيك تباشر أخي المرحوم مصطفى. ماشي أخي، الله يرحم روحي، كنت زلمة منيح والله. آمين. وبالمعية كمان. بسيطة بنتحاسب. قبل صلاة الجنازة تبعي إيدي بإيدكم نقدم الطاعات والعبادات المفروضة علينا على قد ما الله بيعطينا. إيه أكيد. ما هيك يا شغيل؟ هيك رحمة الله عليك. يا حسرتي على حالي. منين الله بلاني فيك؟ منين؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك عمو. فكرة ماله هون؟ عمي راح على اسطنبول. بيجي شي يوم فرهاد وينه راح على اسطنبول، وهيك آخر شي رح يصيروا الكل باسطنبول. ها؟ تفضلي ارتاحي، تفضلي. ليش راح؟ عنده شغل يعني؟ بالأحرى قصة حب متأخرة سنين. عم تحكي جد؟ قصته معقدة، بكرة بحكي لك إياها. أنت شو صار معك؟ خلص قررنا كلنا نعيش عن تيتي، رح نكون مع بعض من اليوم ورايح. حلو كتير. انت؟ عمي وهو ماشي أمني على البيت. مو غريبة؟ شو بتقصد؟ ما فهمت عليك. كنت جاية مشان سكر حسابات قديمة، كنت رح أبقى يوم وأرجع. البيت اللي بقي من أبي كنت رح أمن عمي عليه، بس هلأ عمي أمني على هالبيت وراح. عم تحكي عنه كأنه مو راجع. وبتمنى ما يرجع. بدك نشرب شاي؟